الاسم عبد الرحمن حبيب الشنقيطي من إدارة تعليم الرياض، طالب موهبة، طالع إلى أولى ثانوي بإذن الله. اختبرت الحمد لله اختبار مقياس موهبة، حصلت على درجة 1705 ولله الحمد. بفضله حصلت على منحة كاملة لمدارس الرياض العالمية مسار الدبلوم. مسيرتي في موهبة ما كانت جدا هذيك الطويلة، ومن فترة طويلة بدأت تقريبا في المتوسط، من أول المتوسط تقريبا، بمساعدة طبعا أخوي، هو اللي حفزني صراحة أدخل في برامج موهبة وكذا. البرنامج اللي أنا فيه اللي هو برنامج الإثراء البحثي، أول برنامج حضوري لي، يعني أحضره شخصيا. جميع البرامج اللي شاركت فيها كانت أغلبها عن بعد في سنوات جائحة كورونا، فأغلبها كانت يعني عن بعد ودكتور ونقعد نتكلم يعني في مكالمة زوم وكذا. ولكن البرنامج الثراء البحثي هذه أول مرة لي شخصيا، تجربة جميلة جدا، كأول تجربة أحضر مستشفى يعني ومركز أبحاث كذا، تجربة جميلة جدا ما كنت متوقعها صراحة. اكتشفت أشياء ما كنت حتى أفكر فيها، يعني رغبات بدأت تطلع لي. من أول ما شاركت في موهبة في أول متوسط كان اهتمامي أغلبه على الهندسة، كنت وقتها داخل برامج هندسة، أبحاث هندسية كذا. بعدين شفت الطب قلت خلينا نجرب نستكشف، يعني لسه تونا في بداية الأمر. فالحمد لله دخلت، والله أفضل تجربة صراحة خدتها من دكاترة من ساينتست، تجربة جميلة جدا، يعني أعطوني صراحة اللي يقدروا عليه وفوق جزاهم الله خير. أحب صراحة يعني أقول للطلاب اللي مثلا متردد يدخل، حاس إنه ما هو عارف فين يبدأ فين هذا، لا تتردد، ادخل جرب. أنت توك في مرحلة لسه حتى ما وصلت جامعة أو ثانوي أو لسه ما عندك أمور تقلق عليها يعني في المستقبل، جرب، ما تدري أنت إيش ممكن تحصل. وفعلا أنا جربت في هذا البرنامج الإثراء البحثي، والله اكتشفت أشياء ما كنت متوقع أني ممكن أدخلها، ناس تعرفت عليهم يعني ذو خبرات عالية جدا. المسار البحثي اللي أنا اخترته كان مع الدكتورة رنا الربيعة في قسم سيل بيولوجي أحياء الخلية. فكرة المشروع اللي نحن بإذن الله بنشتغل عليه هي خلايا سرطانية اسمها الهيلا سيلز. هذه الخلايا اكتشفوها في عام 1951، خلايا طبعا ما تموت، فأخذوها من امرأة كان عمرها 31 سنة، أخذوها وبدوا يجربوا عليها تجارب. فنحن عندنا هذه الخلايا بإذن الله بنسوي لها، ناخذ البروتين منها ونسوي لها اختبارات، بعدين بنقسمها قسمين، تكون قسم بنحط عليها اللي هو عندنا مادة اللي هي الامباك 14، هذه المادة بنحطها على الخلايا السرطانية، وفي خلايا سرطانية ثانية بنخليها لحالها، بعدين بنخليها مع الوقت تبدأ تنمو شوي الخلايا، بنشوف بنقارن إيش حصل مع هذه مع المادة اللي نحن ضفناها إليها، وإيش حصل مع اللي ما خليناها لحالها كذا، وبنشوف إذا فعلا هذه المادة هل هي لها تأثير، هل ممكن لها مستقبل، يعني ممكن نصنع منها دواء أو شيء. وطبعا الناس تسأل تقول ليش طيب خليت مادة خليتها زي ما هي، يعني ما كأنك سويت شيء، عشان نعرف التأثير طبعا. فإذا خلينا مادة حطينا فيها السائل وما سوينا مادة لحالها، ما حنقدر نقارن مرة نعرف التأثير اللي صار فيها، لأنه ممكن في عماول أخرى أثرت على هذه المادة. فاللي هي نسميها الكنترولد، المادة هذه اللي هي الخلايا اللي ما حطينا فيها سائل، نعرف إيش الفرق اللي حصل مع الخلايا اللي حطينا عليها هذا السائل. غيرت كثير جدا، أحس إنه صار عندي مسؤولية، مع إنه أنا لسه توني بادئ في الموضوع، ولكن أحس أعطاني شغف لأشياء كثير جدا. يعني أول ما بدأت وبدأ العالم يشرح لي إيش الأشياء اللي بنسويها،
تفرقعت الافكار في مخي، بدات تجي افكار ثانيه، ايش ممكن نسوي لو حصل كذا، ايش ممكن نسوي لو حصل كذا، فتح لي ابواب كثير جدا جدا. انا حتى خلاص مع يعني وصلت لمرحله ما انا عارف ايش اسوي من كثر الافكار الجديده والاشياء اللي يعني تثيرك يعني. فباذن الله بعد هذه التجربه باذن الله ما حتكون اخر تجربه لي، انا توني الحمد لله طالع الى اولى ثانوي، فلسه المشوار طويل قدامي. باذن الله بستغل كل لحظه في هذا الموضوع، بأسأل أي شخص أجده، أي دكتور، وهذا أحس نصيحة أحب أوجهها يعني للطلاب اللي يبدون جدد، اسأل لأنه ترى ما حيقول لك لا ما بجاوب، حيكون سعيد أنه يجاوبك، حيعطيك أجوبة، حيعطيك أشياء، اسأل. حتى لو شخص مثلا أنت في داخل في مجال طب وجدت مهندس عالم فضاء، اسأل استكشف، لأنه ما تعرف الأشياء والطرق اللي ممكن انت تستكشفها، لانه انا بعد ما سالت ضعت. فاسال باذن الله بتلقى الشيء اللي بيمسك ويقولك تعال. وجه هذا الكلام للجميع من ساهم، اي والله اوجه هذا الكلمه صراحه لجميع من ساهم في وصولي لهذه المرحله، شكرا جزيلا لكم، ما قصرتوا معي، خاصه او شيء اهلي، امي وابوي، اخواني صراحه ما خلوني جالس، قالوا روح سو، تحرك، تعال خذ، تعال اسال، سو، لا توقف شغلك لان انت ما تعرف ايش ممكن تلاقي. وخاصه شكر جزيل جدا لموهبه والمستشفى ملك فيصل التخصصي انه موفروا له هذه الفرصه، يعني فرصه صراحه ما هي لكل احد صراحه، واشكر الله على هذه الفرصه اللي حصلت عليها. ما توفي الكلمات صراحة إني أشكر جميع الناس اللي أثروا بحياتي صراحة.